أحسن الله إليكم. في سؤال الآخر يقول: دخلت ذات مرة مسجدا لأداء صلاة الظهر قصرا حيث كنت مسافرا، فوجدت جماعة تصلي وأدركت معهم ركعة واحدة، فماذا علي أن أفعل؟ هل آتي بثلاث ركعات قضاء، أم آتي بركعة واحدة لأنني كنت قاصرا صلاتي؟ إذا كان هؤلاء الجماعة الذين دخلت معهم يقصرون الصلاة فإنك تقصر، تضيف إلى الركعة التي أدركتها معهم ركعة أخرى وتسلم. أما إن كانوا يتمون الصلاة فإنه يلزمك الإتمام، يعني تصليها أربعا. نعم، لأن المأموم تبع لإمامه. نعم.